شوف هذه تجربة علمية محيرة، وهي تجربة ديال تغير الألوان في التفاعل المحلي، معناتها أنهم كيشدوا هذه الكرة ديال الملفوف الأحمر ولا ديال الكروم، تيقطعوها وتيطحنوها في مولينكس مع شوية ديال الماء، وتيخويوها على مجموعة ديال المحاليل المختلفة، منها جافيل والخل والخميرة ديال الحلوى والماء مع السكر والمطهر، والعجيب في الأمر على أنه كل مرة كتعطيهم لون مبدل. وايلي، زعما صدق، نجربوها. هاد التجربة صراحة من التجارب اللي كنت نجربها شحال هذي، ولكن ما لقيتش ديك الكرة ديال الملفوف البنفسجي. لي هي هادي، والبارح وانا كنت سير في كارفور بانت ليا تما، قلت غناخذها ونديروا هاد التجربه. باش نبان لكم هاد التجربه هادي غادي تصدق اولا لا. اللي قال تصدق كما العاده يكتب رقم واحد، واللي قال ما صدقش يكتب رقم جوج، وبدينا على بركه الله. واول حاجه غنديروها هي نقسموا هاد الورقه ديال لي شو بسم الله، غادي نقصوها طريفات صغار، ولا حصلنا عليه بهذا الشكل هذا على ما كنظنوا على هاد الكميه هادي كافيه. غادي نديروا دابا في مونيت باش اننا نطحنوه بسم الله. غادي نزيدو عليه واحد شويه ديال الماء، حيت داك العصاره اللي خرج لنا داك الماء اللي خرج لنا ولا نخدمو به بسم الله. فوالا كنظن واقع على بركه عليه. دابا غادي نصفيوه هنايا بسم الله. شوف الاخير داك الليكيد اللي حصلنا عليه شوف كيفاش جا، ودابا غنردو في هاد القرعه هادي باش بقى يبان لينا بسم الله. وهذا هو المحلول اللي حصلنا عليه. فوالا عندي هنا القرعه اللي غنجرب فيهم، هذا يكون فيها الماء والمطهر، هذه الماء والخميره ديال الحلوى، هذه غتكون فيها سبرايت، وهذه الخل الابيض، وهذه العصير ديال الحامض، وهذه الماء والسكر، وهذه جافيل. غنبداو على بركه الله اللي فيها الماء والمطهر بسم الله. نشوفوا واش تبدل اللون اولا لا. بان لي اللون صراحه باقي كما هو، غير فتح واحد شي شويه. نشوفوا ديال الخميره ديال الحلوى بسم الله، هذه اللون ديالها جا شي شويه موف غالق غالق على هذه. نشوفوا دابا ديال سبرايت بسم الله، يا سلام ديال سبرايت تبدل تماما ولا غوز. غادي نشوفوا دابا ديال الخل بسم الله، ديال الخل تما ولا غوز، ولكن غوز مبدل على هذا، يعني غادي الحمر شي شويه. نشوفوا ديال الحامض، ديال الحامض ولا احمر غالق بزاف. نشوفوا دابا الماء والسكر بسم الله، الماء والسكر تقريبا جا قريب شي شويه لهادو، كاين واحد الفرق في الدرجات، هذا زرق لا هذا زرق ماشي موف، اللون ديالو جا زرق، شوف كيفاش جا اللون ديالو. نشوفوا دابا اخر وحده اللي هي جافيل بسم الله، جافيل فاش خويناه في الاول تخوى خضر ومن بعد ولا ليموني، شوف كيفاش ولا اللون ديالو. نعاود نجرب، شتي باش كتخوي كيكون خضر في الاول. وهاكا تنكونوا حصلنا على الوان مختلفه ديال جافيل ديال بحال شكل اتاي، ديال الماء والسكر جا زرق، ديال الحامض جا تقريبا ما بين الغوز والحمر، ديال الخل جا هو كذلك ما بين الغوز والحمر، سبرايت جا غوز زويون بزاف، ديال خميره الحلوى جا داخل داكن وعلى الجناب فاتح، وديال المطهر جا موف فاتح شي شويه. وهذا هو اللون الاصلي. وهاكا كتكون التجربه ديالنا تجربه مسليه وممتعه وواعره بزاف.